ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين على المباراة ديال نصف نهائي كأس العرش ما بين الوداد والرجاء، شكون اللي قادر يفوز بهاد المباراة؟ بغاو تعرفوا شكون اللي قادر يفوز بهاد المباراة؟ أجوا معايا خويا رجاوي الوداد. ديما رجاء، انت رجاوي ديما خضراء. واش قادر الرجاء تفوز على الوداد البيضاوي في هذا نصف النهائي وتمشي النهائي لكأس العرش؟ ان شاء الله نطلبوا من الله يكون التوفيق. متأكد؟ متأكد ان شاء الله بكل تواضيع. بكل تواضيع. شحال غيربحوا؟ واحد جوج لواحد ان شاء الله. جوج لواحد، شكون اللي غيماركيهم؟ وضروري قلت لك جوج لواحد ان شاء الله. المهم اللي جاي ماركي. اللي جاي ماركي ان شاء الله. الوداد والرجاء في نصف النهائيات كأس العرش، يعني شكون اللي غيربح؟ تربح الوداد. الوداد. لا الوداد تربح، الوداد قاصها على الرجاء. يا الاخ ودادي. لا ودادي. الوداد قاصها على الرجاء. انا بحال دابا مصاوي ودادي، انا مغرب فاسي، فاس وكنشجع الوداد. انت فاسي وعزيز عليك الوداد. لا عزيز عليا الوداد. اذا دابا الوداد هي اللي غتفوز في هذا الماتش. لا الوداد هي اللي غتفوز، تربح بجوج لواحد. وشكون اللي غيماركي؟ غيماركي ديك العشرة، العشرة والتسعود. العشرة والتسعود هما اللي غيماركي. اه هما اللي غيماركي. وعلاش ما غتربحش الرجاء مثلا؟ الرجاء ناقص، الرجاء عندها اللعب ناقص. الوداد معلمين كيلعبوا مزيان. الرجاء شنو نقول لك؟ الرجاء دابا حاليا الرجاء كنظن باللي مركز اكثر من الوداد على الماتش، بحكم ان الرجاء ما بقى يعني السنه المقبله ما غيشارك في حتى شي حاجه الا ما ربحش الماتش، دونك الا ربح والفتح ربحت بركان ف الرجاء غيقدر يشارك في كاس الاتحاد الافريقي. يعني انت عاطي الربح الرجاء؟ دونك انا ماشي عاطي الربح الرجاء، ولكن الرجاء عليه الضغط اكثر، الرجاء موجد اكثر، الرجاء بريباري اكثر. مي الوداد كنظن مؤخرا مع المدرب مشى راسو، ما عرفش شنو وقع، ما نقولش مشى راسو ما عرفش شنو وقع بالضبط. كذلك نقطه اخرى اللي مهمه هي ان الجمهور ديال فريق الوداد خسر القاب كثيره في مده عام واحد، فكنظن لا بديل له عن انتصار. واخر نقطه مهمه بالنسبه للوداديين هي ان الوداد ما داتش كاس العرش سنين وسنين، دونك هذه الفرصه. شوف هي مقابله الكاس كتكون مفتوحه على جميع الاحتمالات، لان كتربح اكثر من انك كتلعب، لان ما غاديش نقلبوا على الفرجه ولا الجانب التقني ولا المهاري، ولا غادي نقلبوا كيف ما كنقولوا على الاستعراض، كنقلبوا على التاهل، لانك انت لاعب نصف نهائي خروج المغلوب، مقابله ما فيهاش كيف ما كنقولوا التعويض، ما كتقبلش القسمه على جوج، يعني هنا خاصك تقاتل باش تربح. هذا هو اللي خاصك تخرج به، لان الجمهور غتقنعو حاجه وحده هو التاهل والفوز بالمقابله. في نظرك شكون اللي مؤهل انه يتاهل للفينال؟ وحاليا في كيف ما كنقولوا في الفتره الاخيره المستويات متقاربه مع بعض، الامتياز نادي الوداد الرياضي اللي ولو انه مر من واحد الفتره ديال التعثر وكانت واحد خيبه امل بالنسبه للجماهير من مقابله العصبه في النهائي ضد الاهلي، ولكن الوداد يمرض ولا يموت، لان هذا هو الصفه ديال الكبار، يعني كيف ما كنقولوا كتكون عندهم دماء جديده، روح جديده، عزيمه، لانك انت كتلعب نادي الوداد الرياضي، نادي متقل بالالقاب ومتقل بالتاريخ ديالو، لان تاريخه والسمعه ديالو كتسبقه قبل ما غادي نهضروا على الظروف ديالو الحاليه.